السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية من قناة المقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يستقبل رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية ويبحث معه مشاريع اقتصادية مشتركة. السلطة المحلية بالوادي والصحراء تعتمد مشروع ترميم طريق بن عيثان العبر ومنفذ الوليعة. مكتب الأشغال العامة بالشحر ينفذ حملتي تسميم للكلاب الضالة والرشي الضبابي للبعوض. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسنية اليوم القرار رقم 43 للعام الجاري، وقضت المرة الأولى من القرار بتكليف المهندس فارس فاروق بن شملان مديرا لمنشأة بروم للغاز، وقضت المرة الثانية بالعمل من تاريخ صدوره واعتماد تنفيذه من كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص. استقبل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية أحمد صالح سيف. وخلال اللقاء بحث المحافظ مع رئيس التأمينات إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية للمساهمة في دعم جهود الاستثمار في المحافظة ومساعدة المؤسسة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومنتسبيها من المؤمن عليهم، مشيدا بسير العمل في فرعي المؤسسة بالمحافظة واهتمام قياداتها وموظفيها بمؤسستهم وحفاظهم عليها في مختلف الظروف. من جانبه أكد رئيس التأمينات أن زيارته للمحافظة تأتي بهدف الاطلاع عن كثب عن سير العمل في فرعي المؤسسة وتفقد احتياجاتهما، موضحا أن المؤسسة حافظت على كيانها ونقلت مركزها الرئيسي إلى عدن تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأشاد رئيس المؤسسة بدعم محافظ حضرموت ووقوفه إلى جانب نشاطه. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم قيادة وفريق المؤسسة الطبية الميدانية فرع حضرموت، واستمع محافظ حضرموت من الفريق لشرح لمستوى تنفيذ مشروعي الأمن الغذائي وسوء التغذية في مديريات حضرموت، حيث استعرض منسق برنامج الأمن الغذائي بساحل حضرموت مثنى بادريس نشاط البرنامج الذي يقدم سللا غذائية للأسر الأشد احتياجا في مديريات المحافظة، فيما أشار منسق مشروع التغذية التكميلية بحضرموت الدكتور محمد العساني إلى أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف حالات سوء التغذية ومتابعتها ومعالجتها عبر المراكز الصحية الثابتة وعربات متنقلة ونشاط إيصالي خارج الجدران. وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تنفذها المؤسسة الطبية الميدانية في مختلف مديريات المحافظة ووصفها إياها بالجهود العظيمة، مثنيا على أداء الطاقم الشاب المؤهل بفرع المؤسسة بحضرموت واستهدافهم للحالات الأكثر احتياجا وفقرا ودعمهم بالسلل الغذائية الشهرية والعمل على رصد وعلاجات حالات سوء التغذية في أغلب المديريات. وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بدعم ورعاية المطلع السنوي للألعاب الشعبية بمديرية القطن الذي يقام سنويا متزامنا مع مهرجان زيارة الهدار في ذكراها 161. واستمع محافظ حضرموت خلال لقائه اليوم بمقدم عدة الألعاب الشعبية بالقطن ردفان باعطوة وعضو لجنة الألعاب الشعبية مبارك بن سعيدان إلى تحضيرات عدة الألعاب الشعبية بمدينة القطن الشبواني للاحتفال بالمطلع السنوي يوم 21 من فبراير القادم، واستضافة الفرق الشعبية من الساحل والوادي للمساهمة في إحياء الموروث الشعبي وإقامة الألعاب الشعبية وشعر الدان. وأهدى مقدم عدة الألعاب الشعبية بالقطن وعضو لجنة الألعاب الشعبية درعا تذكاريا للسيد المحافظ عرفانا وتقديرا لدعمه ورعايته السنوي للمهرجان ومساهمته الفعالة في إحياء الموروث الشعبي الحضرمي. كرم تجهيز الزواج الجماعي في مديرية غيل بنيامين وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش بدرع تذكاري عرفانا وتقديرا بدعمه ورعايته لمشروع الزواج الجماعي الثاني الذي شارك فيه 120 عريسا وعروسا.
وأشاد رئيس اللجنة الشيخ صالح العجيلي إلى أن هذا التكريم يعد وفاء وعرفانا من اللجنة المنظمة لمشروع الزواج الجماعي في المديرية لما قدمه الشيخ بن حبريش ورعاية لمشروع الزواج الثاني. وخلال مراسيم تسليم الدرع التذكاري استمع وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع من رئيس وعضوي اللجنة صالح حدون وسالم مولى الدويلة إلى شرح حول التحضيرات الأولية لتنظيم مشروع الزواج الجماعي الثالث في المديرية المقرر إقامته في 15 من سبتمبر لهذا العام. وأعرب وكيل أول حضرموت عن شكره لجنة الزواج الجماعي في مديرية غيل بن يمين وجهودها وسعيها في تنظيم وإقامة مشروع الزواج في المنطقة. اعتمدت السلطة المحلية بمديرية وادي وصحراء حضرموت مشروع ترميم طريق بن عيفان والعبر ومنفذ الوديعة بطول 200 كيلومتر. هذا وجهت السلطة المحلية بسرعة البدء بتنفيذ أعمال الترميم وردم الحفريات والتي تستغرق حسب الدراسة المقدمة من المؤسسة العامة للطرق والجسور شهرا واحدا. وقالت السلطة المحلية بالوادي والصحراء خلال لقائها بمدير عام مديرية العبر سالم الصيعري أنها اعتمدت هذا المشروع كإجراء مستعجل لحل إشكالية الحفريات في الخطوط الدولية نتيجة لاستمرار عمل منفذ الوديعة الوحيد مع المملكة العربية السعودية، مضيفة إلى أنها تبحث عن تنفيذ مشروع أكبر يستهدف توسعة الطريق وإعادة تأهيلها لتستوعب النشاط التجاري المتزايد، وكذا تنفيذ مشروع طريق جديد يربط المديريات الصحراوية عبر الهضبة الشمالية وصولا إلى منفذ الوديعة. اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا على سير أداء العملية التربوية والتعليمية في مدارس مدينة المكلا. وخلال جولته على مقاعد الدرس في مدارس بديري للبنات بالديس وعمر بن عبد العزيز والقارة الحمراء بمنطقة العيس للتعليم الأساسي بمديرية مدينة المكلا ولقائه بقيادات الإدارات المدرسية بتلك المدارس، أكد الوكيل عبدون على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعطاء من قبل الإدارات المدرسية في استكمال واستنهاج المقررات الدراسية وفقا للخطة التقومية المزمنة خلال الفصل الدراسي الثاني والاستعداد الجيد لخطة الأنشطة اللاصفية الخاصة بالبنات، حثا الطلاب والطالبات على بذل جهود كبيرة في التحصيل العلمي والاعتماد على النفس في مواجهة الاستحقاقات الاختبارية الشهرية والفصلية والنهائية، منوها إلى أهمية تحفيز الطلبة والطالبات لحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية. استقبل مدير عام شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري بمكتبه أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل بالفرع وسبل تحفيز الموظفين للالتقاء بالمستوى الخدمات التي يقدمها الفرع للموظفين والمحافظة. وأشاد دكتور خالد العكبري بالدور الفاعل للجنة النقابة في كافة المهام والإنجازات الموكلة لها. بدوره أعرب رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط بساحل حضرموت الأستاذ سالم باحسن عن شكره وتقديره لمدير شركة النفط على الجهود المبذولة التي تسهم في خدمة الموظفين والعمال مالي بالشركة. التقى رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش بمكتبه المؤرخ جعفر السقاف لدعوته للمشاركة في المؤتمر العلمي الرابع الذي ستنظمه جامعة حضرموت في يوليو القادم من العام الجاري للمؤرخ السقاف. وفي اللقاء ثمن رئيس جامعة حضرموت دور المؤرخ جعفر السقاف في سياقة تاريخ حضرموت وعطاءاته لأكثر من 70 سنة الحافل بالنشاط العلمي والتاريخي، معربا عن شكره وتقديره للمؤرخ جعفر السقاف لزيارته لجامعة حضرموت. واختتم اللقاء بإهداء رئيس الجامعة عدد من إصدارات الجامعة للمؤرخ السقاف، وكذا قدم المؤرخ السقاف عدد من إصداراته التاريخية والعلمية لرئيس الجامعة. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الشحر حملة الرشي الضبابي للقضاء على البعوض الناقل للحميات الفيروسية وحملة لتسميم الكلاب الضالة والمسعورة في شوارع وحارات المديرية، وكذا ضمن خطة عمل المكتب خلال العام الجاري. وتأتي خطة الحملتين تنفذها المختصين بقسم الإصحاح البيئي في آن واحد خلال الأسبوع الحالي بدعم وتمويل من قبل السلطة المحلية بمديرية الشحر،
وتبدأ حملة تسميم الكلاب الضالة في الشوارع والأحياء السكنية من بعد منتصف الليل وحتى الفجر، فيما تتواصل حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض عصرا وفقا للتوزيع الجغرافي المحدد لتنفيذ الحملتين والموزع على كافة الأحياء. هذا وقد أطلق مكتب الأشغال العامة بالشحر في وقت سابق تحذيرا لملكي الحيوانات بعدم إخراجها إلى الشوارع خلال أسبوع من تاريخ بدء الحملة، وكما يدعو المواطنين أيضا للتعاون مع فرق الرش الضبابي وعدم السماح للأطفال بالاقتراب من عربات الرش حتى لا يتعرضوا بشكل مباشر للسموم التي يتم استخدامها للقضاء على البعوض. استقبلت السلطة المحلية بمدينة المكلا ومبادرة شباب السلام للتطوع والإبداع الشباب القادمين من سلطنة عمان الرائدون في العمل التطوعي والريادة. وفي حفل الاستقبال رحب مدير عام المكلا المهندس عوض بن هامل بالرائدون في العمل التطوعي والريادة في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بحضرموت تهتم بتنمية المهارات وتحفيز الشباب على التطوع والانخراط في الأعمال التطوعية. بدوره أعرب عضو الاتحاد العربي للتطوع ومنسق أعمال تطوعية بعمان فيصل الشنفري عن سعادته بزيارة محافظة حضرموت، وأشار الشنفري بالأعمال التطوعية التي تقيمها مبادرة شباب السلام للتطوع والإبداع بحضرموت. هذا واختتم اللقاء بجلسة نقاشية عن الأعمال التطوعية تنوعت خلال مداخلات الحاضرين بالعديد من الأفكار والمقترحات. بهذا نكون أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت يستقبل رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية ويبحث معه مشاريع اقتصادية مشتركة. السلطة المحلية بالوادي والصحراء تعتمد مشروع ترميم طريق بن عيفان العبر ومنفذ الوديعة. مكتب الأشغال العامة بالشحر ينفذ حملتي تسميم للكلاب الضالة والرش الضبابي للبعوض. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.